نواري، لانه نحن اصلا ما لنا شهره ولا بتهمنا شهره ولا دايرين حاجه ولا تابعين لاي تنظيم، لكن بنشوف مصالحنا ماشيه وين. الزول الشاهد في خطنا نحن بندعم، الزول الشاهد في خط اهلنا وناسنا وبرنامج الدوله السودانيه وتظل دوله موحده نحن بندعمه. اي زول عنصري واي زول بدعو للشتات نحن ضده، واي زول داري يجيب الاسلاميين تاني نحن ضده طوالي، لانه الدوله دي عانت معانت والشعب ده تعب تعب شديد. الناس الدولة داري شير مرحب به، والما داري شير شكرا له كثير، وإن شاء الله يسمع الكلام ده ويستفيد منه. بس تستفيد منه في حاجات انت ما بتعرفها، في حاجات نحن الظروف خلتنا انه نكون قريبين منها ونشوف ونفهمها ذات الحاصل جواشنا. فبالتالي ما عندنا مشغلة بالموت يا زول، الموت ده حق الله، غادي غور ربنا وإسرائيل، عشان ما تجي تسوقنا في دوامة بتاعت موت وما موت. ربنا يرحمه وربنا يشفي كل الناس المرضانين. وانا جاي لحته الكورونا دي ذاتها، لانه الشعب السوداني شعب مستهتر جدا، والناس ما عارفين انه الكورونا الموجه دي الدوره دي المره دي اقوى من المره اللي فاتت. وزاره الصحه طبعا الوزير الجربان ده بعد ما فات اكرم ويناي جانا الزول الحوان ده، ولا هي وزيره ما معروفه، والناس زي ما شغالين حاجه عرفتها. والوزيره بتاعت الماليه برضو انا جاي لها، لانه هم انا ما اعرف الناس زي القرى اقتصاد وين، والاقتصاد ده ذاته يعني انا ما اعرف. انا قريت 2 سمستر قريت في ماكرو ومايكرو بتاع اكونومي، يعني هم الاساليب اللي بيسووا فوق هذا. ده زول مبتدئ بتاع اقتصاد ما بيقول كلام زي ده. الناس زي حتى ذاته ما عارفين انه الاثر النفسي ذاته لخطاباتهم في الشارع شنو، هم ما عارفين انه ذاته عرفتها. يلا ديل هم ديل الناس اللي نحن جبناهم ويكونوا لنا زي ما بقولوا القصه دي، هم الحكومه بتاعت الثوره، حكومه جربانه ساكت وناسها بولدة. انا متاكد الناس دي الناس بولدة ومن ابلد الناس في فصولهم كان، وديل الناس اللي بيجوا طيش الفصل عرفتها، مع احترامي لاخواننا القام، لكن ديل ابلد ناس. والاقتصاد طبعا في السودان زي ما معروف انه هو صح مدرسة كويسة، لكن هي زول بيقرا اقتصاد، واحترامي للناس الاقتصاديين، في ناس اقتصاديين صحيح صحيح، وفي ناس حقيقيين، وفي ناس بيعرفوا كيف يتعاملوا يديروا الاقتصاد والكلام الكبير ده، لكن الطير ده الناس حيوانات ساكت، الناس دي الشارع ده المفروض يمرق يسور الليلة قبال بكرة. أنا ما أعرف الناس ذاتها قاعدة لشنو، المفروض الناس يمرق الليلة قبل بكرة، كل ما هم قعدوا زيادة كل ما ألمك وبرنامجك بس الدنيا قاعدة تطربك في راسك أنت. مش هم بس، كلهم يسقطوا بجيشهم وبجنجويدهم وبحركاتهم بحشراتهم دول، شفت الجنجويد والحركات الوهم دول، كل الناس زي المفروض يسقطوا، لانه اول حاجه كان جينا للحركات وانا جاي لهم واحد واحد. الناس زي ما عندهم مشروع يطلع البلد لبر الامان ما في. وقت الجبهه الثوريه دي اتاسست كان فوقها تنظيمات عندها فكر، اللي هو كان ناس عبد الواحد محمد احمد النور، وكان معاهم الزول الثاني اللي هو الحركه الشعبيه بناس الحلو بمدارسهم الفكريه وبرنامجهم وخطتهم. والحلو وعبد الواحد عندهم تحالفاتهم مع ناس ناس مفكرين، مش طير ساكت، مش حشرات ساكت عرفتها. اما الناس اللي حسي الفضل في الجبهه الثوريه ده، الناس الفكريه ما عندهم حاجه يقدموها. الناس دي هم كانوا جايين السودان ده، جايين السودان، الثوره دي لو قامت هم جايين، لو الثوره ما قامت هم جايين الخرطوم. الناس عشان ما تخلط ساكت، هسي هم جايين بيزايدوا في الثوره ساكت، يقول لك انه نحن دايرين مصالحات وما ما عندك علاقه بالثوره دي انت، انت جاي البشير ده انت ما عندك معه مشكله، انت براك قلت كده حتى، وبرنامج مصالحات ده براك بياكد لك انه الناس ما عندهم اشكال مع النظام الاسلامي، النظام فصل البلد لقسمين عرفتها؟ فصل البلد لقسمين وعملوا الحرب في دارفور عرفتها؟ حرب عنصريه. الحرب العنصريه دي كيف هم اللي حولوها لعنصريه؟ التمرد وقت بدا في دارفور بدا نفس التمرد بتاع النيل الازرق ونفس التمرد بتاع جنوب كردفان، لكن بعد ما هم لصقوا لنا العدل والمساواه، طبعا العدل والمساواه دي اسي بيجونا جارين المكونات القبليه، وانت افهم كمكون قبلي انت ما عندك علاقه، انت زول حمار ساكت. عرفت؟ عشان ما تجي خاشي في نساي وتجي خاشي في نشمل، انت برنامجك براو كمكون قبلي وكحركه ده شغل ثاني. الحركه بتاعت العدل المساواه دي انزرعت زراعه في وسط الناس، انزرعت واستغلت مكونات النص عرفت؟ الحسابات بين الكيزان بين المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني، وكد ما قدروا يحلوها في الخرطوم قاموا نقلوها واستغلوا القبائل بتاع الناس دارفور ديل، وكتبوا لهم الكتاب الاسود. الكتاب الاسود لا بتقدر تنفيه ولا بتقدر تقول انه كتاب صح، والكتاب الاسود ده من الكتب اللي رسخت للعنصريه وكبرت الجاب بين السودانيين ككل.
الكتاب الأسود ده وقت كان يتكلم في الموضوع اللي هم كتبوا منه الكتاب الأسود ده، وقت كان وضح إنه الخلافات تحت التوزيع العادل للسلطة وضحها بصورة كان بتكون عادلة لكل الناس، وما كان بتصير اللغط وما كان بتخلق تيار عنصري جديد في اتجاه ديل الطير ديل عشان قاصدين ناس الكيزان، هم قاصدين عرفت الكيزان كلهم جبريل وناسهم ديل وديل أمرا بتاع الحرب، ديل ناس جاهدوا الناس عديل، جاهدونا في جنوب كردفان وجاهدوا الناس في 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 جنوب السودان وجاهدوا الناس هني الأزرق، ديل كلهم أمرا، كلهم الناس ديل كلهم أمرا عرفتها. وانا جاي لك بالحته بتاعت العنصريه، جاي لك انه هم كيف عنصريين، وهم ديما بيستغلوا الناس المكونات الضعيفه فكريا، بيقوم بيزرعوا فوقها برنامج العنصريه وبيقوم بيشتغل عرفتها. اول ما جه هم خش في الجبهه الثوريه ماشيين كويس عرفتها، ماشيين كان بشغل عسكري وشغل اناي فكري، والهدف كان كله تغيير السودان ككل، تغيير الحكومه، لكن الناس هم ينحرفوا في المسارات، والناس عندهم تحالفات كان بتاعت الهس يسموها الهبوط الناعم والوسخ ده، ده السبب بتاع انه الجبهه الثوريه تنقسم لقسمين، انه الناس الحلو يستغلوا منها وناس ابدا الواحد يستغلوا منها، الناس الناس مجرمين. اما اخونا من ناوي ده ماشي ساكت مع الماشين، ماشي ساكت ساكت انه داير يجيب سلام، ماشي ساكت والله، زول البقر ساكت راسه ده اقسم بالله بتاع الفول احسن منه عرفت. والكلام ده ما استخفافا بناس الفول، لكن هو هسي ما بيتكلم له في قضايا اكبر منه هو ذاته، وعامل فيها انه بحدد الناس وبيقول للمذيعين انت يا اخي انت تنازلت من دم اخلكم يا اخي، انت بعتوا ناسكم يا بشر، انت بعتوا ناسكم، انت براكم في 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 الكلام ده، ولا تضمنتوا ذاتي في اتفاقياتكم ذاتي انه مشروع العداله ده يتم كيف، وانه المجرمين ده يتم تسليمهم كيف، والعقوبات تكون كيف، ما تضمنت اي حاجه، انت جارين بس انت اتفاقك عملناه وانت اسكت، اتفاقك عملوا لك ادريس دبي والكلام ده قلناه قبال ما تمشي جوبا، وقبال ما الحيوان الثاني يجيك في جوبا ولا يجي تعايشي ولا يجي يزور، احنا الكلام ده عارفينه كويس، انت اتفاقك مع حميدتي ده اتفاق بتاع مصالح، انت عملته في غادي، عملته في جوبا، اما عملته في 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 انجمينا، اما جيتك لجوبا دي جاية ساكت بس بتاعت الحفله دي بس، وعلى شويه الويسكي والمريسة والعوينه اللي لموا هناك، لكن ما عندك اي موضوع يا زول، انت سلامك عملته غادي وسلامك ده بده ديل بس بينك وبين حميدتي، ده ما عنده علاقه بالمواطن بتاع دارفور، المواطن ده كل القبائل كل القوميات عرفتها، كل الناس الساكنين ما عنده علاقه بهم، ده شغل عمله زول تاجر بتاع بشر مع تاجر بتاع بشر ثاني، هم اتفقوا الاثنين وهم جايين عشان يتقاسموا السلطه في السودان، والكلام ده صح، ويا زول بيقول خلاف الكلام ده يبقى زول كذاب، لكن الاثنين فكريا ما عندهم اي حاجه، عشان كده بيميلوا مع الزول اللي بيطيل امورهم في السلطه، كان حميدتي كان من ناوي اي زول بيزيد له وبيزيد له فتره قعاده في السلطه دي ومتكيف منه، كان كوز كان شيطان رجيم كان هناي ما عنده شغله، ما عنده شغله الناس يموتوا والناس يحتربوا وما عنده شغله، عياله ديل يمرقوا يشتموا في الناس ويستغلوا الناس وينبذوهم ويهددوا الناس، ما عنده بيه شغله نهائي، شغلتهم كلها انه كيف هو فترته تطول عرفت، زيهم وزي برهان السكران ده كلهم ذا سيم شيت، كلهم نفس الوسخ ونفس الجاربج، الناس ديل بس دارين يطولوا الفتره بتاعت الـ بتاعت الـ بتاعت الـ 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 الانتقاليه دي، والفتره الانتقاليه دي لانه هم عارفين انه بعد الفتره الانتقاليه ما عندهم وجود، ما عندهم اي وجود، والتحيه من هنا لهم حزاع ام شحيد حزاع، يعني مره كان مره حربيه مره بمليون راجل منهم، مره ما قصرت، الكلام اللي قالته ده كله كلام صحيح، هي سودانيه وده من حقها، وفقدت شهيد وقدمت اغلى ما عندها قدمته للشارع السوداني وفدل السودان عرفتها، مش تجي تقول لها انه دار مصالحه كيف انت جناه وتم جناه ما عارفها وين يا زول، عشان كده انا قلت لك انت عقليتكم انتوا ناس روعي ساكت، انت تجي تتكلم باسلوب زي قلت لكم يومين في الخرطوم ولا يومين في 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 في, في السودان ذات عرفتها، ما ممكن تتكلم باسلوب زي ده، ما ممكن تتكلموا بخطاب زي ده، خطاب مستفز للناس وخطاب للناس اللي صنعوا الثوره والناس اللي قدموا عيالهم في الثوره والناس اللي انتوا جيتوا بسببهم تجي تستفزهم تقول لهم انه يا اخي نحن في 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 دار المصالح، مصالح مع منو؟ انت ما عندك ما متخاصم مع زول ذاته عرفت؟ اسر الضحايا ديل كان شهداء من في السودان عموما، طبعا نحن دارين نطلع من الدائره الوسخه دي، الشهداء بتاعنا السودان كلهم الشهداء وسرهم هم اللي بيغرروا في الحاجات دي، كان في الغرب ولا كان في الشرق ولا كان في الشمال، انت ما بتجي تقول لنا دار الصالح، انت منو يا زول انت؟ تخليك مع جيشك وحشراتك ديل يا اخي، وكم الدنيا دي بذاتها وسخه، والثوره دي لو نجحت كان انتم من الناس اللي فرتقوكم زمان، كان تشوفوا لكم هي محل تقدوا فوقها،
لكن بس الناس اللي سلمنا الثوره دي للاحزاب الوسخه دي، الاحزاب النتنه دي دمرت لنا مشروع كان مكتوب ومشروع جاهز وكتبوا الناس بدمام، كتبوا شباب صغار ما عندهم العقليه بتاعت الشياب الكبار دي بتاع الناس، انت جلابي وانت غيامه وانت اسي عيالك شبابك اللي عندهم العقليه دي، الشباب الماتوا دي ما عندهم الكلام زي لانه دي عقليه بتاعت شياب، دي عقليه انقرضت. عرفت في السودان العقليه دي تقول لك الناس ابوي وما فوق، انه بيقول لك انه انت من هذه وانت من هنا لما تجي ويسالك هنا، لكن العقليه بتاعت الشباب ما بعرف لك كلام فارغ زي ده يا مناوية ولا يا طاير حجر ولا غيرهم. لموا نفسكم يا اخي، لموا نفسكم، نحن عارفين انكم انتوا كيزان مش كيزان ساكت، انت زادوا ما عارف كيزان يعني شنو، انت سايب تبقى كوس ساكت راكب ساكت زول ماشي سايب بس انت في تشديره وفي نقاطه وفي وظيفه خلاص يا، لكن ما عندك ما بتعرف ذاته الايديولوجي بتاع السكيزان دي المشروع شنو الا كان جبريل الحوالنا، وجبريل ده نحن زمان قاعدين نكرر كلامنا انه المفاصله اللي حصلت بين ناس الترابي وبين ناس وبين البشير دي السبب اللي خلى يصنعوا ويستغلوا. طبعا اللي يقول الحاضنه الاجتماعيه في غرب السودان هم اقل يعني ابسط ناس فكريا، والكلام ده شرحناه زمان لاسباب كثيره، الاسباب الكثيره دي هي من ضمنها هي خلت الناس يشيلوا سلاح ذات. التمرد ده وقت بدا في دارفور ما كان في حاجه اسمها عدل ومساواه، كان الناس ذي حركه واحده اسمه جيش تحرير السودان، كل الناس ذي بمناوي بحشراتهم بعبد الواحد نور، كل الناس كانوا في تنظيم واحد وكان في حركه واحده، وكان المشروع والفكر كله مستمد من الحركات الافريقيه القديمه، الحركات التحرريه اللي في بتاعت ناس نيلسون مانديلا ساوث افريكا وناس دكتور جونجران وناس جومو كينياتا وناس في اقصى غرب افريقيا، والكلام وحتى في امريكا هنا شالوا ده الفكر بيرجع للحاجات دي، وكان حركه واحده ما عندها فكر اسلام. عرفت ما مستند على منهجيه اسلاميه ولا منهجيه دينيه ولا منهجيه بتاعت كلام فارغ. المشروع كله كان مستند على انه في ظلم واقع على الناس، والظلم ده لابد ان يتغير. عرفت؟ الظلم ده لابد ان يرفع من الناس، لكن ما عندهم ايديولوجي ديني، ما في. السيزون اللي جا قام دخل لنا الايديولوجي الديني ده في شغل في 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 الاتفاقيه بتاعت السلام ده، وده كلام فارغ ساكت. ده كلام فارغ، ونحن اصلا ما الناس ده لو شالوا سلاحهم ده معروف ومشاكلهم ذاتها بالعدد، مشاكلهم ذاتها الليله تعقدوا انتوا ناس جبريل بكيزانكم وبوسخكم ده، الناس ده مشاكلهم ذاتها كمكونات بسيطه خالص، نفس عقولهم ونفس تركيبتهم، لكن انتوا جيتوا كبيتوا الايديولوجي ده وجيتوا صنفتوا انه ديل شيوعيين وديل اسلاميين، ونحن ناس ما بيعرفوا ذات شيوعيين يعني شنو اسلاميين يعني شنو، الزول لما تجي تقول له ده اسلامي ذاته وبيستغرب ذاته انه اسلامي ده من وين ولا اسلامي ده شنو، هو بيعرف الناس كلها مسلمين، والكلام ده الزول داير دليل خليه يرجع يمشي يسال زول من الناس اللي حسي رافضين الشغل ده، والناس اللي رفضوا الاتفاق ده ما بس المكون بتاع الحمار، المكونات كلها في غرب السودان هي رافضه للاتفاق ده، والناس اللي بيجعجعوا وبيتكلموا بسلام جوبا السلام السمع ده هم كلهم ما بيمثلوا الناس ديل، وديل فئه معينه وهم مستفيدين، وانت شفتهم ناس كتار حسي رجع نزلوا كان بيبغبغوا هنا في الفيسبوك وفي الميديا بجننين الناس، نزلوا تحت نزلوا عشان يستلموا غنائمهم، لكن لا بهموا الناس، ناس حرقوهم، لا بهموا الناس شتتهم، لا بهموا الناس مشوا في النيجر، لا بهموا انه السودان ده مستقبله كيف، لا بهموا انه الثقافه السودانيه ماشيه تتغير، ولا بهموا انه الهويه في السودان ماشيه تتغير، التركيب السكاني يتغير. ما بهموا انه الدوله دي مليانه ملايش، ما بهموا انه الملايش دي جايه من وين، ما بهموا اي شيء، ما بهموني اي شيء غير انه هم يكون عندهم وظائف وانه هم عندهم جيش يهتموا به وينحبوا من المواطن ده هم الاسياد. عرفت؟ لكن لا بتهم دولة لا